صباح الخير أعزائي، برحب فيكم مجددا على الفريجرانس هوليك ليبانون بيروت فريجرانس باشون. كل شخص جديد على القناة بتمنى عليه يعمل سبسكرايب. في أحلى منا هيك صبحية بكير بالحديقة، جولة بالحديقة مع فنجان قهوة ومع مراجعة العطر، جميل جدا. بصبحكم بالخير، واليوم موضوع حلقتنا راح يكون عن عطر من ميزون ألامبرا بورتو نيرولي. اوكي، بورتو نيرولي اللي من ميزون ألامبرا هو بديل لتوم فورد نيرولي بورتو فينو. اوكي، شوفوا هالبرزنتيشن الجميلة جدا. اوكي، شوفوا اللون الزجاجي بيوحي بالانتعاش وبيوحي بالجمال. اوكي، بالنسبة لميزون ألامبرا اللي هن العطور لهيدي المجموعة اللي بتحاكي توم فورد، مثل البورتو نيرولي، لوفلي تشيري، برايت بيتش، توباكو تاتش، فاكينج فابولوس اللي عملت عنه مراجعة من كم يوم، هالمجموعة كلها، هذا الخط كله وقفوا إصداره لأنه توم فورد رفع دعوى على ميزون ألامبرا إنه عم بيستعملوا نفس شكل الزجاجة، وقصة إنه وهذا ضرر مادي عليهم وطلبوا بتعويضات وكذا هالقصص، واضطروا ميزون ألامبرا يوقفوا إصدار هاي المجموعة العطور اللي بتحاكي توم فورد، اللي بتيجي كلها بهذا الشكل الزجاجي اللي هو كتير مشابه لتوم فورد. يعني بعد شوي، يعني بس في شوية تفاصيل بالاسم بيطلع هو ذاته يعني. اوكي، فاضطروا يوقفوا الاصدار كله. يعني هول الزجاجات الموجودة اللي بتلاقوها حاليا هي ما تبقى بالسوق، فاللي بحب هذا اللي حاببهم هالعطور اكيد بنصحه يروح يلحق حاله بأسرع وقت قبل ما يخلصوا، لأنه بهذا الشكل ما بقى راح تشوفون أبدا. أوكي، بورتو نيرولي قلنا هو بديل لنيرولي بورتوفينو، فعلا بديل جيد جدا لإله. هذا العطر بيتركز حول النيرولي. إذا كنتم من الأشخاص اللي بحبوا نوتة النيرولي والزهور البيضاء النيرولي والياسمين، أكيد هذا بنصحكم فيه. برزنتيشن راح أحطها على جنب الشاشة. مثل ما شايفين العلبة من نوع الكرتون السنيك، تيجي بهذا الشكل، بتفتح بهذا الشكل هيك، كل زجاجة تيجي بقلبها هيك. أوكي، من نوع الكرتون السنيك، كرتون السنيك. اوكي، مع الاسم بتيجي تركيزها او دو بارفان، والساعة 80 ملي. اوكي، هون هذا مشان التقليد، هذا كله ما راح تلاقوه بقى، لحقوا حالكم اللي برجع مسكركم. اوكي، لحقوا حالكم. زجاجة تقريبا 90% مثل التوم فورد، هون شو اسمه بالذهبي، معدن، هذا معدن ذهبي. بس فتحت الغطا دغري مباشرة، شميت الريحة، سبراير جميل جدا الريحة. هلا انا مثل ما قاعد بالحديقة ريحة رائعة. اوكي، بورتو نيرولي قلنا 80 ملي او دو بارفان. اوكي، هيدي الزجاجة. بيتركز هالعطر حول النيرولي بشكل كبير جدا، النيرولي موجود بشكل واضح، الياسمين. اوكي، بيرجع عندنا حمضيات الليمون، المندرين، بيرجع عندنا زهرة ليمون البرتقال، خزامة، وفي شوية ملح البحر، وبالقاعدة عندنا نوتات عشبية خضراء مع الشيح والعنبر. اوكي، اذا هيدا عطر زهور بيضاء مع حمضيات. اوكي، هذا الستايل العطر. اوكي، هذا العطر مين بحب، مين راح يحب هذا العطر؟ اذا بتتذكروا الكولونيا القديمة من 1800 اللي هي 4711، حطوا لكم صورتها،
اللي بحب الفراري برايت نيرولي اكيد، والنيرولي بورتوفينو من توم فورد اللي سعره خيالي فوق حدود 300 دولار، اكيد هذا راح يحب هذا العطر. اوكي، هذا ستيل الكولونيا، هذا يعني الحمضيات مع الزهور البيضاء، هذا ستيل العطر. فاذا بتحبوا الفورتي سيفن إليفن والفراري برايت نيرولي وبدكم عطر شبيه لألون بس مع اداء اقوى، اوكي ما قالكم الا بورتو نيرولي. برجع بقلكم لحقوا حالكم، شو بتلاقوا منه هذا العطر، شو بتلاقوا زجاجات من هذا الشكل، لحقوا حالكم وخذوه. بنوصل على الاداء، الاداء جيد جدا، لبل كتير منيح الاداء، يعني 6 لـ 7 ساعات ثبات واضح. اوكي، عم نحكي عطر بهالستايل، يعني عطر كتير فريش، عم بيعطيكم 6 لـ 7 ساعات، يعني ثباته احسن من توم فورد، ثباته احسن من الفورتي سيفن إليفن، واحسن من الفيراري برايت نيرولي. اوكي، الثبات والفواحين، اول ساعة ونص فواحين اكثر من جيد. اوكي، ساعة ونص لساعتين حسب قد ايه بتكتروا، عندكم فواحين يعني بعتبره كأداء جيد جدا. اوكي، هذا العطر بالنسبة لعطر فريش ونظافة جيد جدا بلاقيه. اوكي، الفصول ربيع وصيف. اوكي، حتما ربيع وصيف. فينا نعتبره كمان عطر يونيسكس، بيستعملوه الرجال والسيدات. اوكي، بالنسبة للإطراءات لقيت انه لا بأس بالنسبة للإطراءات، اخذت يعني الانطباع وقت رشيت هذا العطر، استعملته 3 أو 4 أيام متتالية، الانطباع كان جيد جدا، وانسألت عليه من السيدات ومن الرجال. على فكرة زوجتي حبته كتير وبلشت تستعمله هي. اوكي، شوفوا قد ايه صار ناقص تستعمله هي قد ما حبته لهيدا العطر. اوكي، سعره كان بلبنان عند ديل اوف ذا داي كانوا حاطينه ب 12 دولار. اوكي، عم تتخيلوا، بس هو سعره تقريبا بين ال20 وصل لل25 اذا كنتوا، بس انه كانوا ب 12 دولار. هلا ما بتصور ما بقى فيه، يمكن خلصت الكمية، وقلت لكم وقفوا انتاجه، فالموجود بس يخلص خلص هذا القطر ما راح تلاقوا بقى منه. فشو بتلاقوا بنصحكم خدوا. اوكي، بلبنان صار بتصور صعب يلتقى، ممكن تلاقوا بعد كم قطعة، بغير دول ممكن بعد تلاقوه، فإذا بتلاقوه خدوا هذا القطر. هذا وكل المجموعة تبع الألمبرا اللي بتحاكي توم فورد بنصحكم تاخدوهم كلهم، لأنه هو راح يصيروا قطع نادرة راح يبطلوا موجودين. أوكي، هذا هو إذا بورتو نيرولي، عطر بديل لتوم فورد نيرولي بورتوفينو، عطر جيد جدا ممتاز بالأداء وبالريحة وبال فعلا ريحة وكواليتي، عطر جميل جدا. أوكي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، نشوفكم فيديوهات جديدة. Hello guys, welcome back to my channel, The Fragrance Holic Lebanon Beirut Fragrance Passion. If you are new to the channel, please subscribe. Today's video will be about a perfume from Maison Alhambra. You know, Maison Alhambra is a company that makes perfume and it belongs to the original company Latafa. Okay, they make Middle Eastern fragrances made in UAE, okay, Arab Emirates. And this one is Porto Neroli. Okay, this line of Alhambra, this line, they make clones of Tom Ford. Okay, this the exclusive line or something, Tuscan leather, fucking fabulous, all these perfumes. And this one, it's meant to be a clone of Neroli Portofino. This one is Porto Neroli. Porto Neroli, Neroli Portofino. Okay, almost the same presentation. The turquoise blue of the box and the bottle, which I love. Okay, I bought it for
the bottle because I cannot buy Neroli Portofino from Tom Ford and pay 300 bucks. Okay, so I got this one just for the color and the shape of the bottle. Okay, and also the smell. Okay, and that's the presentation, almost the same. This is very very hard cardboard, okay, not soft, and the presentation is great. Okay, the bottle comes like this. Okay, and here it's 80 ml eau de parfum. Okay, really nice presentation in your collection. The alert in this video, I will tell you that all this line of Alhambra that clones Tom Ford fragrances in this bottle shape, it's already gone, it's discontinued, because Tom Ford sold his company to Estée Lauder, and Estée Lauder piled up a lawsuit against Alhambra for counterfeit, or for cloning the bottles, the same bottles and almost the same names, and they are obliged now, Alhambra, to discontinue this line. And what you can find now, it's what's left in the market. Okay, there will be no more production of these bottles. Okay, what you can get now, it's what's left. So if you like it, get it as soon as possible. Okay, Porto Neroli, so it's a clone of Neroli Portofino. It smells great. It's the Colonia style perfume. Okay, I used to have Neroli Portofino, a 10 ml sample. Okay, I like the perfume. The perfume is great, for I like this style of perfume. But honestly, this one, in terms of longevity and projection and performance, this one is better than Tom Ford. Okay, you have to love the Neroli notes to like this style of perfume. Okay, it has a lot of Neroli. Okay, citruses, lemon, mandarin. Okay, it has also another white flower, it's jasmine, Neroli and jasmine, but the most prominent one is Neroli. Okay, Neroli, a lot of Neroli inside this perfume. Okay, you have orange blossom also. Then you have lavender and a hint of sea salt. Okay, you can barely detect sea salt. Okay, you have herbal notes, green notes. You have artemisia and amber. Okay, in the late dry down, it becomes light ambery fragrance. Okay, but the Neroli stays all over the perfume life. Okay, this perfume, of course, it reminds me at first of Neroli Portofino, because it's a clone of Neroli Portofino in the first place, but it reminds me of other perfumes, especially the old Cologne 4711, the old Cologne from I think the 18th century, the most old Cologne, I think 4711. Okay, it's still in production till now. Okay, but 4711, it lasts for half an hour. Okay, this one lasts a lot longer. I will tell you now about the performance. It reminds me also of Bright Neroli from Ferrari, and this one is also better in terms of performance. So it's a fresh and clean gentleman after taking a shower. Okay, an Italian gentleman. Okay, this is how he smell. Okay, in the summer and spring, this one is for summer and spring, and it's unisex. Okay, for both genders. Okay, performance, I was surprised, it's a very good performer.
for Efreshi, okay, I got 6 to 7 hours longevity, good 6-7 hours on my skin, and on clothes it stays for the next day. Longevity, so it's very good, and the first hour and a half till 2 hours, decent projection, okay, above average projection for the first 1 hour and a half, 2 hours. It depends on how much you apply, okay. So it's unisex, I told you it's unisex for spring and summer. Compliments wise, it got me good reactions from my colleagues at work. My wife loved this perfume, and she asked me if she can use it, okay. I told her of course you can use it. She liked it a lot, okay. The price now here in Lebanon, you can get, I don't know if you can still get it, okay, maybe some bottles are left, but it's very hard to find now. So if you find it, if you find it in Lebanon, if you are in Europe, anywhere on the planet, okay, if you can find this one and you love the note of Neroli, okay, you love 4711, you love the Ferrari Bright Neroli, okay, get this one as soon as possible because it will be gone soon. It's already discontinued, okay, so you can find what's left in the market, okay, for Neroli lovers, okay. And if you don't want to pay a lot, but I have, maybe, not sure, they, somebody told me that Alhambra will relaunch this line, but in a different bottle shape, okay. I don't know how it will be. Let's hope if they release it again, it will not be reformulated, okay. So if you want to get this bottle shape, hurry up and get what you can find. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you around.